فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله, terasa di Mekah ya guys ya, diimami oleh Imam Sudais. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما شاء الله بيري banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu Imam Tarawih yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia guys ya. Kalau kemarin kita melihat imam-imam yang suaranya merdu, nyaman ya guys, enak didengar. Kali ini kita akan melihat ya, di Malaysia ada imam yang suaranya seperti Sudais. Dan juga di Indonesia ada imam sholat tarawihnya yang sama dan mirip dengan Imam Sudais. Nah, mana yang lebih mirip nih guys, antara imam di Indonesia maupun di Malaysia? Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya bersama. Let's go. Masya Allah. Aqimu sufufakum wa'atarilu, lurus dan rapatkan saf. Ini Masjid Istiqlal ya guys ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ما
أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. Terasa di Mekah ya guys ya, diimami oleh Imam Syudais. Ya Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah. Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, tarawih di Masjidil Haram diimami oleh Syekh Sudais, maksudnya serasa di Masjidil Haram
dan ini ustadznya adalah Ustadz Hasanuddin Sinaga, guys ya. Malam kelima di bulan suci Ramadan, guys. Masya Allah. Dan kita akan melihat juga bagaimana imam sholat tarawih yang ada di Malaysia, guys ya. Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما شاء الله بري بامن. الله أكبر. ما شاء الله سرنو عليه صلاة ما تراوي سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. Pengen gitu guys ya. Diimami beliau ini kalau sholat. Allahu Akbar. Asli kayak di Mekah ya guys ya. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirip banget. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masya Allah guys, masya Allah, mirip banget ya guys ya. Imam Tarawih yaitu Ustadz Syukri Ali ya, serasa Imam Sudais di Malaysia guys ya. Dan ini jemaahnya pada happy kalau dengerin suara imamnya itu bagus, enak didengar gitu ya guys ya. Apalagi semi-semi kayak Masjidil Haram gitu, itu yang membuat kita itu kayak wah gitu, pasti semangat gitu ya guys ya, masya Allah. Nah itulah tadi ya guys ya, imam tarawih yang ada di Malaysia maupun di Indonesia yang mirip ataupun serasa diimami oleh Imam Sudais yang ada di Mekah guys ya. Semoga bermanfaat kali ini, semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian untuk belajar nada-nada seperti itu. Sering-sering dengerin aja. Kalau udah sering dengerin, pasti suatu saat pasti bisa untuk menirukannya. Seperti itu ya guys ya. Yang penting suaranya jadi olah ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Pemin Untudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.